السلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، تحية طيبة لكم وتحية لكل الإخوان والأخوات أينما كانوا. صباحكم مبروك، صباحكم سعيد، وأهلا بكم في هذه الجولة الصباحية من هذا اليوم إن شاء الله. تحية لكم كاملين، وبداية أسبوع جديد موفق إن شاء الله. أتمنى من الله العلي القدير أن يشفي جميع مرضى المسلمين ويحن على جميع الإخوان والأخوات ويسهل على كل شيء. وتحياتي لكم الإخوان والأخوات، حياكم الله جميعا. مهم هذا الصباح إن شاء الله تشاهدوا معنا هذا الجو الرائع والمتميز في هذا في هذه المدينة. مدينة تمارا، حي الوفاق كما العادة. كنصور معكم هاد الجولة يوميا، كنكون غادي للعمل الخدمة وكنصور معكم هذا الجو كل صباح ما عدا يوم الأحد. وتنتمنى يعجبكم هذا الروتين الصباحي، هذا الجو الصباحي الرائع. وعشان نقول لكم أريدكم أن تعاونوا معايا، والله يجازيكم بالخير، واشتركوا معايا في القناة وبارتاجوا معاكم هاد القناة هذه. بغيت طلبت نوصل غير 1000 مشترك، والله يجازيكم بالخير، تعاونوا معايا تعاونوا معايا، الله يجازيكم بالخير. وتحياتي لكم كاملين بدون استثناء. ما عنديش طلب كتير، لكن بغيتكم غير توصلوا غير 1000 مشترك. دور هدف ديالي، الله يجازيكم بالخير، واللي يطلب مني المساعدة راني نتعاون معاه. او اخواني اخواتي في الله، كما قلت لكم تعاونوا مع اخوكم، جزاكم الله خيرا. او صراحة احنا تنبغون نتعاونوا مع الناس، خاص غير الناس تعاونوا معنا. كاينين بعض الاخوان الله يخلف عليهم والله يهديهم، كيشتركوا معايا وكيلغيو الاشتراك، ما عرفتش علاش. مهم ماشي مشكل، اللي ما عجبوش الحال ماشي مشكل، واللي ما عجبوش هاد الفيديوهات اللي كندير ماشي مشكل. كل واحد الاختيار ديالو، هذه غير كما قلتو كما كنقولو معاونة، إعانة ديال واحد الشخص، ديال واحد السيد أو واحد السيدة كنتعاونو معاه ولا نتعاونو معاها. بغيتو تعاونو معايا مرحبا، والله يجازيكم بالخير. أنا ما كنديرش شي فيديوهات خايبين أو لا شي فضائح، كنديرش فضائح، ولو كنت كندير الفضائح كرة القناة عندي طلعت.
ولكن هذا الشيء ما من كاين اللي ما تيبغيش هذا الشيء. هذا انا ما عنديش ديك الفكره اللي اللوح فضائح واللوح مصائب شي حاجه اللي غتجيب لي انا المشاهده. انا كندير داك الشيء عادي، ما كان مونطي، ما كان تنصور عادي. واللوح قليل، بعض الفيديوهات الى شت اطفال صغار او شت شي حاجه ما خصهاش تلاح تنمونطيها تنحيدها. ولهذا بغيتكم تعاونوا معايا. الله يجازيكم بخير، وتحياتي لكم، وشكرا للاخوان اللي تعاونوا معايا، وشكرا لواحد الاخ بزاف بزاف كنشكرو بزاف. كتب لي واحد الكومونتير زوين الاخ رشيد حري، تحياتي له، وتحيه لكاع الاصدقاء اللي راهم اشتركوا معايا من قلبهم و تيتعاونوا معايا، تحياتي لهم. وكنقول لكم بالسلام عليكم، وتحيه لكم كاملين، وشكرا، شكرا جزيلا، وصباحكم مبروك.